ومن الرياضة بتحكوا بين صالح مطلق لاعب سابق والمدرب الحالي. أهلا صالح، وذكريات النصر والاتفاق لا تنتهي، ذكريات كثيرة وبينهم الكثير من المواقف. خلونا نسأل صالح اللي لعب الكثير من مباريات مع النصر أو مع النصر ضد الاتفاق. صالح، وش ذكرياتك في المباراة؟ دائما في إثارة بينكم بين الاتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا فيك بتال واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بك. يعني الاتفاق الحقيقه من الفرق الصعبه. صحيح، بالذات على الارض تلعب كوره جميله. والله ايام النخبه وايام الكابتن الكبير الزياني على ارض وبرا ارض، يمكن تغيرت فيما بعد، لكن الاتفاق فريق يلعب كره جميله صعب جدا الحقيقة، وبالتالي حتى أنك تتغلب عليه يفترض أنك تروح وأنت عاد العدة ومجهز نفسك، لأنه فريق يملك كل المقومات، وأيضا فريق ذواق، جمهوره ذواق، إدارته ذواقة، لاعبين حلوين، يعني كلهم لعيبة وكلهم فنانين. أيه. ودائما يعني أنا ذكرياتي سألت عن ذكرياتني عشان أجاوبك في الأخير. أيه. دائما نلعب مباريات يعني قمة وفيها إثارة وفيها ندية الحقيقة مع الاتفاق. يمكن لي ذكرى جميلة مع سعدون وحمود، أنا شخصيا تبغى ذكرها لك ولا؟ أي تفضل. طولنا. أي بالعكس، خلنا نسمع. لا إيه لا، إحنا شوف دائما بيننا تحدي الحقيقة، وأذكر حمود قال لي شوف أنا بجيب جول عليكم. أيه. وإذا ما جبت ترى بشيلك على كتافي في مباراة، فصار في تحدي كبير الحقيقة. يقول لي سجلت، هم سجل يسجل جمال الحقيقة. أيه. فعلى العموم أنا أذكر هذه لأنه كانت على قوتها وعلى الندية، إلا أن كان فيها نوع من المرح والحبية. نعم. ونتمنى إن شاء الله أنها تستمر بإذن الله. كيف تقرأ مباراة اليوم صالح قبل ما تبدأ؟ يعني توقعاتك لسيناريو المباراة؟ أقرأها أنا. ها. أقول لك شوف الآن حنا الكل الآن بحاجة للنقاط. صحيح. الكل. الاتفاق الحقيقة وضعه غير جيد، 25 نقطة خسارة في الدوري يعني، وأيضا يعني تعادلين أعتقد ومستويات ليست ثابتة، وهناك يعني كلام كثير كبير خصوصا المدرب الوحيد في الدوري اللي هو خالد العطوي، ولكن كلام كثير عليه وضغط كبير عليه. صحيح. أعتقد أنه عشان نكون منصفين بالتالي هو يتحمل جزء، لأنه سبع مباريات هزايم وفيها أخطاء تتكرر، معنى ذلك شيئين، أما أنك يعني ما ترى ما فيها مجاملة، أما أنك لا تصحح ولا ما تعرف تصحح، لأنه سبع مباريات كثيرة. ويمكن الكل اتفق على أنه مسألة البناء الخلفي خطأ واضح في الاتفاق. أنا أقول لا تحرم فريقك، ويفترض المدرب يعلم اللاعبين البناء الخلفي، وهالبناء الخلفي أصلا درجة أو مرحلة عالية وراقية جدا في كرة القدم. أي. ولكن إذا كان فيها أخطاء يا أخي غير الطريقة، لابد تغير الطريقة. الجبال فاز في الدوري بطريقة واحدة، اللعب المباشر للأمام. أي. ونقل الأحداث هناك، فما أنت محتاج يعني، أنا هذه نصيحة أقدمها لخالد العطوي بشكل عام يعني. زين صالح، اليوم النصر يستعيد بعض أوراقه اللي خسرهم في مباريات الماضية، يعني ما مدى تأثير ذلك على الفريق وعلى شكل اللي طلع بشكل يمكن ما أرضى محبينا في مباراة قدام الاتحاد؟ استجاب يعني للاتحاد أكثر من اللازم، ويمكن مباراة الاتحاد أوضحت أنه هناك قراءة أصبحت موجودة الآن عند الفرق بالنسبة لأسلوب النصر، وحنا اتفقنا انه تفيتوري اعطى حريه كامله للاعبين في الملعب، واستثمر الحقيقه الثنائي اللي هم مرابط وحمده او عبد الرزاق وايضا مرابط، وبالتالي هي اثمرت كثير، اثمرت ولكنها اصبحت مقروءه في ظل هالفتره اللي هذه يحتاج الان يغير فيها فيتوري الطريقه. اصبح هناك خلل اخر موجود في الدفاع وفي تنظيم الدفاع، والسبب فيه بيتروس تحديدا اللي يترك مكانه ويتفرغ انه يكون يعني اللاعب اللي يمثل اللاعب بوكس تو بوكس، واكثر مثلا مجهوده في الامام، وترك فيه حمل على الخيبري بعض الاحيان او الدوسري وعلى ما يكون ماودو الخط صالح. بس توقفك هنا كابتن، هو هذا تصرف فردي من بيتروس ولا المدرب وجهه؟ يعني معقول المدرب يشوف احد عشان كذا انا اقول لك الان
أي أنا أقول لك الكلام، لذلك الآن ظهرت بعض المشاكل اللي توجه في المقام الأول الفيتوريا، لابد من حل. فالآن الفرق بدأت تقرأ الحقيقة طريقة مرابط ورزاق، عبد الرزاق حمد الله، لازم تغير. الآن لازم أيضا أنك يعني خلنا نقول تجمح من هالطموح أو هالحماس اللي عند بتروس اللي يكون على حساب الخلف، هذا مو صحيح، هو محسوب كمحور فيتحمل الحمل يا الخيبري يا ما يكون يا ما ودو أو مثلا حتى نايف الماس أو عمر هوساوي. المهم أيضا مشكلة الضير الشمالي اللي أيضا أصبح الآن عوض يتحمل مشاكلها، والصورة بالنسبة للجماهير ما هي واضحة. العوض أخذوا موقف منه وهو مش هو الآن، مش هذا موقعه، مش هذا هو الآن قاعد يحل. المدرب هو المسؤول، مدرب مسؤول على حل المشكلة، والمدرب مسؤول عن حماية اللاعب اللي هو عوض، لأنه عوض قاعد يدي لك حل، ولكن الآن يتحمل آراء الجماهير في هذا المكان الظهير، وهو مش ظهير، مكانه كان بارز ومكان محور. عدة أمور في الفترة هذه يا بتال في فيتوريا أعتقد أنه يعني يفترض أن يأخذ فيها مسؤولية وتكون الحلول واضحة. زين، الاتفاق خالد يلعب بنفس الأسلوب طول الموسم صالح ويكرر نفس الأخطاء، فسرها، أنت قلتها في البداية نفس الأخطاء. نعم. إيه؟ شوف، هو في البداية يبدو لي أنه أخذ الحماس، حتى أنه يتكلمنا أكيد أنه هو كان فرحان أنه ينوجد الدوري كمدرب، وهذه طبيعية، ولكنه تفاجأ أن الدوري قوي، يمكن حتى حقق كم نتيجة في البداية، وبعد كذا صعبت الأمور. لما تصعب الأمور تبغى حلول، الواضح أنه خالد ما وجد الحلول الحقيقة. أسمع الآن أن هناك تحركات لإضافات كثيرة، يمكن أقول إذا كان أزارو فعلا بيجي اتفاق فهو استثمار فني كبير الحقيقة، وإضافة فنية كبيرة راح يكون، يعني أنا أقول يعني حل كبير للاتفاق، وراح يعطي العطوي يعني خلنا نقول أريحية في اتخاذ القرارات وتصحيح الأخطاء، ويمكن عندهم حتى تعديل في المحور وغيره. ولكن الآن إحنا نحتاج أيضا نشوف لمسات خالد، نشوف قرارات خالد. طيب، ومو شايف شيء صالح مدربين أقل؟ لا، ما أقدر أقول لك كذا عشان ما أظلم الرجال. لا لا، بالتال لا، مو شايف شيء من العطوي، يعني من 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 آراء أو لا لا، ما أتكلم عن آراء. أنت مو شايف لمسة واضحة؟ يعني أحيانا مثلا المدرب عنده لمسة وتكون في الملعب، بس المشكلة أنها يمكن ما تتناسب مع المجموعة اللي موجودة. يعني بعض المدربين يسوي الطريقة قوالب جامدة، هذا القالب يجيبه ينفذه بدون ما يعني يبغى الفريق هو اللي يتوأم معه، مو هو يتوأم مع قدرات فريقه. خلينا نروح الأميز اللي حاول في الاستحواذ وقضية البناء الخلفي، وهذا ما هي بشيء يعني شيء خاص للعطوي، لكل المدربين، لكن هذه لها شروطها، وجود اللاعب الكبير الخلفي، وجودها حتى حرس المرمى. يعني أنا أيضا أحمل المبولحي أنه يشارك، هو لاعب كبير، لما يشوف في مشكلة وعندك شك يا أخي يلعب الكرة القدام، ولا ترجع عليك وتشكل عليك مشكلة. فأنا لا أجرد خالد، لحظة علي بالتالي، هذه مهمة، أهل زميلي وأنا لازم مثلا أكون يعني واضح، لا أجرد من لمساته، ولكن أقول 7 مباريات فيها أخطاء واضحة ولا فيها تعديل، إذن هي أكيد 100% هي مسؤوليتك يا خالد. طبعا لا لا، بس طبعا صالح عشان تقول هو زميلي، وإحنا إحنا إحنا هنا نقدم قراءة نقدية، ما لها دخل بالأشخاص طبعا، وأنت بالعكس أنت لما تقدم نصائح هذا شيء زين لزميلك. فخليني بنتقل معك بالجزئية الثانية. الآن في النصر نصراويين يقولون حمد الله صار يضيع، حمد الله يضيع لأنه هو المهاجم الوحيد، هو الوحيد اللي يسجل في النصر، إذا ما سجل ما حد يسجل، ما في مشاركة حتى ما في قريبة منه. هل مطلوب من فيتوريا أنه يوجد الآن مشاركين في التسجيل في النصر؟ كيف يمكن ذلك؟ طبيعي بالتال، لأنه هو الآن يعني هو بطل الدوري بطريقة وبأسلوب، ولاحظ الأهداف اللي تتكرر خصوصا بين الثنائي. فلما تقرأ الفرق طريقتك وأسلوب التنفيذ بالنسبة للثنائي هذولا، ويبقى جوليانو الحل الآخر أيضا بعيد عن مستواه، ومثل ما قلت لك بيتروس أصبح يعني حقيقة صحيح يعني لياقيا ومجهود متفرق بس للاعتراضات وكذا، هنا الفريق ناقص. ناهيك على أنه هناك مشاكل خلفية، أوكي، هذه كلها حلول يحتاجها. طيب، يحتاجها في توريا. طيب، أبوقف عند شيء ثاني، ما بقى عندي وقت صالح، تناظر
عبد الرزاق، لكن لازم تناظروا مرابط أيضا، مرابط متراجع مستوى. شكرا جزيلا كابتن صالح المطلق.